السلام عليكم يا أحلى متتبعين، أهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لالا فاطمة. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم كيك إسفنجي رائع بمذاق لذيذ جدا بمكون سحري سيجعلك تعشق الكيك. خليكم مع المقادير. سأضيف 6 بيضات، 250 غرام من السكر كما تلاحظون معي، فأنا أضفت الكأس الأول، كأس أول ممتلئ. كذلك سأضيف الكأس الثاني كما تلاحظون معي فهو غير ممتلئ. كذلك سأضيف قبصة من الملح. الآن سأقوم بخفق البيض لمدة 10 دقائق. الآن كما تلاحظون معي فهكذا أصبح شكل الخليط. المهم أن يكون الخليط على هذا الشكل، يعني ليس ضروري الوقت، يعني الوقت يبقى حسب الخلاط الكهربائي لكل شخص. كذلك سأحتاج إلى ياغورت بنكهة الفانيلا، فبالنسبة لهذا الياغورت فهو يزن 110 غرام. سأضيف لها الفلو بنكهة الفانيلا أو البودينج. بالنسبة لهذا البودينج فهو يضاف لي نصف لتر من الحليب. سأقوم بتحريك الياغورت مع البودينج. الآن بعد ما قمت بتحريك الخليط جيدا حتى اختفت لنا حبيبات الفلو، الآن سأضع الخليط هنا. سأقوم بتحريك الخليط، أحاول أن أحرك على سرعة منخفضة يعني فقط بيدي هكذا. بنفس الكأس الذي أضفت به السكر سأضيف به الزيت، كأس ممتلئ من الزيت ما يعادل 150 مللتر. أقوم بتحريك الخليط جيدا في اتجاه واحد. الآن سأضيف الدقيق، سأضيف 4 كؤوس من الدقيق ما يعادل 440 غرام. بالنسبة للدقيق فهو يبقى حسب الخليط، يعني كل نوعية من الدقيق تختلف عن الأخرى، كذلك حجم البيض فهو يلعب دور كبير في كمية الدقيق. المهم سأضيف 4 كؤوس من الدقيق ما يعادل كما قلت لكم 440 غرام. بعد ذلك سنرى قوام الخليط، هل سنضيف له كمية أخرى من الدقيق أم نكتفي بهذه الكمية. المهم الكمية المحدودة هي 4 كؤوس وملعقة أو 4 كؤوس وملعقتين. دائما أحرك الخليط في اتجاه واحد. الآن سأضيف 4 علب من خميرة الحلويات. الآن سأضيف 2 كبيرتين من الخل. الآن كما تلاحظون معي فهذا هو قوام الخليط، يكون على هذا الشكل. أنا هنا أضفت 4 كؤوس من الدقيق بالضبط، فأنا هنا استعملت البيض من الحجم المتوسط. إذا استعملتم البيض من الحجم الكبير ستضيفون 4 كؤوس من الدقيق وملعقة أو 4 كؤوس من الدقيق وملعقتين. لدي هنا قالب وضعت له الزبدة، إذا كان لديكم القالب ليس من النوع الجيد يعني أضيفوا له الزبدة وكذلك أضيفوا له الدقيق. بسم الله سأضيف الخليط، أحاول أن أرفع يدي إلى الأعلى بهذه الطريقة. الآن بعد ما قمت بوضع الكيك في القالب سأدخله إلى الفرن على درجة حرارة منخفضة جدا، سأتركه لمدة 45 دقيقة بالضبط. بعد ذلك سأتأكد من الكيك بواسطة سكين أو عود شواء، إذا خرج لنا عود شواء نظيف فهذا يعني أن الكيك ناضج 100% ونلتقي. فهذا هو شكل الكيك من بعد ما قمت بإخراجه من الفرن، كما تلاحظون معي فهو هش جدا كذا. الآن سأريكم شكله من الداخل. كذا
فهو إسفنجي من الداخل ومجعد. أتمنى أن تجربوا هذه الطريقة وتعجبكم، فهذه الطريقة فعلا تستحق التجربة. والآن لم يبقى لي إلا أن أودعكم وأقول لكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تدعموني بلايك، وأيضا إذا كنتم لأول مرة تشاهدون قناتي أتمنى أن تشتركوا في قناتي وكذلك فعلوا جرس التنبيهات للتوصل دائما بكل جديد. ونلتقي في فيديو آخر، مع السلامة.